السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية قل الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا هشرح لكم تحديات سلسلة موجة الصوت. عندنا تحديين، التحدي الأول يقول لك اجمع عملات الحفل الموسيقي عدد 2 وناخذ 55,000 اكس بي، والتحدي الثاني يقول لك اجمع عملات الحفل الموسيقي عدد 1 وناخذ البخاخ المجاني. الآن أشرح لكم كل شيء بالتفصيل. إذا أنت تبغى تدخل على الطور تقدر تحصله هنا، يقول لك سلسلة موجة الصوت، أو عندك طريقة ثانية إنك تضغط L2 وحتحصله هنا. تمام؟ طيب خليكم مع المقطع وحبين لكم كيف تقدر تجمع العملات وكيف تقدروا تاخذ الاكس بي. طيب مجرد انك حضرت الحفل الغنائي حتوصل لاخر شيء اللي هي هذه المنطقه، فحاول انك تنتظر ولا تطلع من الجيم، حتتنقل تلقائيا لمنطقه ثانيه. شوفوا لاحظوا، فانتظر الى ما يخرجك من هذا المكان وحتتنقل لمنطقه ثانيه وحتقدر وقتها تجمع العملات. لاحظوا شايفين؟ حنوصل لين هنا. أول ما توصل لهنا هتلاقي هذه قدامك. أول ما تاخذها كده أنت أخذت البخاخ. تمام؟ شايفين؟ لاحظوا معايا. كده خلصنا أخذنا البخاخ، باقي إيش؟ يقول لك اجمع عملات الحفلة الموسيقية عشان تاخذ 55,000 اكس بي، لازم تجمع عملتين. احنا جمعنا عملة، العملة الثانية عشان تاخذها ادخل الحفل ثاني مرة ودس لين نفس الطريقة وخذ العملة الثانية حتاخذ 55,000 اكس بي، وكذا تخلص التحديات وتاخذ البخاخ والاكس بي. تمام؟ كذا وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.